السيسي يصدر قرارا بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين بينهم إسلام بحيري. شيخ الأزهر يوجه رسالة تسامح إلى البشرية ويدعو إلى نشر ثقافة التعايش والسلام. وفي هذه النشرة أيضا، الحشد الشعبي يسيطر على قاعدة تل عفر الجوية بالموصل ويقطع خطوط إمداد داعش مع سوريا. الثالثة بتوقيت القاهرة مشاهدينا الكرام، أبدأ مع حضراتكم الآن هذه الجولة الإخبارية من النهار اليوم. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ومن بينهم إسلام البحيري. وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أن معظم من شملهم قرار العفو هم من شباب الجامعات، ويعد هذا القرار الدفعة الأولى ممن سيتم العفو عنهم، ويستند إلى المادة 155 من الدستور التي تعطي رئيس الجمهورية حق العفو عمن صدرت ضدهم أحكام نهائية. وأشار المكتب الإعلامي إلى أن قرار العفو صدر بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء. وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ كريم السقا، عضو اللجنة الرئاسية للإفراج عن المحبوسين. يعني بداية أستاذ كريم، تفاصيل أكثر عن الأسماء والحالات التي صدر بحقها العفو الرئاسي. مساء الخير. هو طبعا زي ما البيان الرئاسي قال، هم معظمهم من الطلبة الجامعيين، وفيهم الاستاذ اسلام البحيري، ده الاسم المشهور اللي نقدر نتكلم عليه. القائمه احنا قدمنا قائمه ب 82 وبتفرج على 82، وده مؤشر مهم على جديه الدوله او الرئيس يعني تحديدا في العفو عن المحبوسين. كل اللي تم العفو عنهم هم صدر قدوم احكام رئاسيه، دي الحالة اللي الرئيس يقدر يعفو عنها. نعم. وستطبق قائمة قوائم أخرى إن شاء الله هيتم العفو عنها. ماذا عن يعني الأسماء الأخرى التي سيتضمنها أو ستتضمنها القائمة الثانية بإذن الله؟ أنا للأسف بس القائمة مش قدامي دلوقتي لأن أنا في الطريق. القائمة الثانية، هل تم الاتفاق على يعني مجرد أسماء توضع بشكل مبدئي للقائمة الثانية؟ القائمة الثانية احنا شغالين عليها وهتسلم إن شاء الله خلال الأيام. نعم، هل هناك أسماء بارزة ضمن هذه القائمة؟ أنا بس يعني هيبقى في أسماء بارزة بس مش هقدر أقولها، لأن زي ما حضرتك عارفة يعني لو قلت اسم ولأي سبب الأسباب ما خرجش، ده يأذي المحبوس نفسيا ويأذي ذويه نفسيا. فأنا نعم. بس مش عايز ألعب بمشاعر الناس يعني. نعم أستاذ كريم، ولكن كان هناك بعض الانتقادات التي وجهت خلال الفترة السابقة لعمل هذه اللجنة المكلفة بالعفو الرئاسي عن بعض المسجونين، لماذا برأيك تم توجيه هذه الاتهامات لكم؟ أو الانتقادات؟ زي حضرتك معلش. نعم؟ انتقادات زي ايه؟ خرجت بعض التصريحات من بعض أعضاء اللجنة عن أسماء معينة سيتم الإفراج عنها وأسماء أخرى لن يتم الإفراج عنها أو لن تكون مطروحة في الإفراج، ويعني بعض الأشخاص أو المواطنين انتقدوا مثل هذا الشيء. لا، احنا بس عندنا معيارين أساسيين في العمل يعني. نعم. وهم ان الاسم اللي قدامنا ما يكونش تورط في اي اعمال عنف وتخريب، او انه يكون عضو تنظيمي بجماعه الاخوان الارهابيه. فبناء عليه طبعا يعني في ناس ما قدرناش نرشح اساميهم للعفو لان هم تورطوا في اعمال عنف او اعضاء تنظيميين في جماعه الاخوان الارهابيه. احنا بنفحص كل الاسماء اللي عندنا وكل اسم على حده، والموضوع بيتم بتصويت ديمقراطي داخل اللجنه، احنا خمسه فدي فرصه التصويت يعني. نعم. وبيكتب تقرير عن كل حاله يعني.
إذن الحالات التي تم الإفراج عنها من شباب الجامعات لم تكن متورطة بالفعل في أعمال عنف، ولكن كان هناك بعض الإشكاليات القانونية والتي تم يعني تجاوزها. نعم، ماذا بخصوص تطبيق هذه يعني هذا القرار؟ متى من المقرر أن يتم تطبيقه؟ القرار الأول؟ نعم خلاص، لا خلاص يعني كده يعني إجراءات بقى الإفراج هتتم عنهم يعني نقدر نقول إن شاء الله النهارده. من المتوقع أن تأخذ وقت أو مدة يعني تستمر قد إيه بالظبط؟ يعني دي إجراءات يعني مش هقدر أقول لحضرتك يعني، بس يعني أتمنى إن النهارده إن شاء الله يكونوا خرجوا يعني. نعم، أستاذ كريم السقا عضو اللجنة الرئاسية للإفراج عن المحبوسين، شكرا جزيلا لك. يعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اجتماعا مع عدد من أعضاء حكومته على رأسهم وزراء الصحة والمالية وقطاع الأعمال العام، ويبحث الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بتوفير الدواء، كما يبحث احتياجات قطاع الصحة. وفي اتصال هاتفي سابق مع النهار اليوم، نفى الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة ما تردد عن منع الدولة استيراد الأدوية، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة بتكليف إحدى الشركات القومية باستيراد الأدوية الناقصة بالمستشفيات والصيدليات وليس لها أي بدائل، على أن يتم ذلك على وجه السرعة. في شركات توقفت، وما يتردد على صفحات التواصل الاجتماعي عن حظر الاستيراد ده ليس له اساس من الصحه. خليني اقول لحضرتك ان احنا عندنا 146 صنف دواء في السوق المصري ليس لهم بدائل او مسائل، احنا هم مش موجودين دلوقتي، لا هم موجودين بس بارصده قليله، يكاد يكون نتعرض لازمه فيهم خلال الاشهر القليله القادمه. بالفعل في قرار من الحكومه ان احد الشركات القوميه ستتولى استيراد ال 146 صنف دول. الحقيقه ده هي مع تحمل الدوله النفقات اللي هي هتكون 186 مليون دولار، وبكده الحكومه بتعمل خطوه استباقيه علشان ما نتعرضش لازمه نقص الدواء او نعرض حياه المريض للخطر. في غضون ذلك، حذرت منظمه الصحه العالميه من كثره وسوء استخدام المضادات الحيويه، وقالت ان ذلك يؤدي الى تزايد مقاومه الميكروبات للمضادات الحيويه وتراجع فعاليه العلاج. وقالت مديره قسم مكافحه الامراض الساريه بمنظمه الدكتورة رنا حجي أن المضادات الحيوية لها أهمية كبرى لعلاج الأمراض المعدية، ولكن المشكلة الحالية هي مقاومة المضادات الحيوية نتيجة استخدامها بشكل زائد. لدرجة أن نستعمل الأنتيبيوتكس ويصير عندنا زيادة بالمناعة ضد الأنتيبيوتكس. وبعدين يعني واحد من المشاكل الرئيسية نحن علشان كده دلوقتي متخوفين جدا من موضوع المقاومة الانتبيوتيك ريزيستنس ده، انه دلوقتي نحن ما عندناش نيو انتبيوتيكس عم تدخل على السوق. يعني نسبة زي ما بتشوفوا مثلا بالجراف هنا بالصورة هنا، شايفين نسبة من هنا بتشوفوا نسبة الانتبيوتيكس الجداد يلي تم الموافقة عليهم من الهيئات الدولية. أعرب وزير الخارجية سامح شكري خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأمريكي جون كيري عن تقدير مصر للموقف الأمريكي الداعم والمؤيد لبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي الذي طرح على صندوق النقد الدولي مؤخرا. وقال المتحدث باسم الخارجية إن شكري وكيري بحثا تطورات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن، مضيفا أن الوزيرين تشاورا حول التطورات الخاصة بالوضع في ليبيا وسوريا والخطوات المقبلة على مسار التسوية السياسية للأزمتين بالتشاور بين الجانبين المصري والأمريكي. يبحث سامح شكري وزير الخارجية مع نظيره اليوناني العلاقات المصرية اليونانية سبل تطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى التعاون الثلاثي القائم بين كل من مصر واليونان وقبرص. ويبحث الجانبان القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، على رأسها الوضع في كل من سوريا وليبيا والعراق، فضلا عن تطورات القضية الفلسطينية.
وفي العرض التالي المزيد عن العلاقات المصرية اليونانية. وزير البيئة خالد فهمي على دعم مصر لطموح القارة الإفريقية والتوازن بين التخفيف والتكيف فيما يتعلق بمجالات البيئة المختلفة. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة إفريقيا أو يوم إفريقيا التي دعا إليها العاهل المغربي محمد السادس على هامش مؤتمر تغير المناخ المنعقد بمدينة مراكش المغربية. وقال فهمي إن هذا المؤتمر يمكن منحه عدة أسماء، منها مؤتمر التنفيذ ومؤتمر إفريقيا ومؤتمر التكيف، وذلك لتأثير تغير المناخ على قطاعات مختلفة. أكدت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم عبيد أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية بالخارج في المشروعات العملاقة. جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المائدة المستديرة حول تنظيم المؤتمر الوطني لعلماء مصر، مصر تستطيع، المقرر عقده في الغردقة الشهر المقبل. أوضحت الوزيرة أن المؤتمر هو نموذج للتعاون بين الحكومة والمؤسسات الخاصة ممثلة في شبكة تلفزيون النهار، وهو النهج الذي يدعمه الرئيس عبد الفتاح السيسي. من جانبه أكد رئيس شبكة النهار ألبرت شفيق أن هدف المؤتمر هو تعزيز الدور التنموي للإعلام من أمثال برنامج مصر تستطيع في بناء الوطن. المؤتمر الأول اللي بتقوم به الدولة للاستفادة ورفض العقول المهاجرة بالوطن الأم. احنا طبعا هذه الاستفادة أو هذا النهج جاي بناء على تكليف من السيد رئيس الجمهورية بربط العقول المهاجرة بمصر، وده الحقيقة جزء أساسي وملف أساسي من ملفات وزارة الهجرة، ويعني بتأتي على قائمة أولويات وزارة الهجرة تلبية لاحتياجات المواطنين في الخارج، وفي نفس الوقت الاستفادة من عقولنا المهاجرة اللي وصلوا إلى مكانات علمية متميزة جدا في الخارج. فإذا هو ربط واستفادة بناء على تكليف من الرئاسة. احنا في حاجة شديدة جدا لأن العقول المهاجرة ترجع تاني تبقى موجودة في مصر. ولو هتكلم شوية على دور الإعلام هنا، الإعلام هنا دور زي ما بيبقى فيه الدور الكوميرشال او الدور التجاري او الترفيهي للاعلام او حتى الخبري، كمان في دور تنموي مهم جدا جدا للاعلام. الاعلام مش بس بيوصل اخبار، الاعلام مش بيدي الترفيه والتسليه، الاعلام قادر كمان انه يبني المجتمع، يبني المجتمع من خلال مصر تستطيع، من خلال مجموعه من البرامج اللي موجوده نقدر بيها نوصل صوت مختلف نبني به مجتمعنا. أكد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن القيادة العامة للقوات المسلحة تسعى لتطوير العملية التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية في إطار منظومة متكاملة تشمل جميع عناصر العملية التعليمية بهدف الإعداد الجيد للفرد المقاتل، بما يحقق القدرة على الإبداع والابتكار من خلال برامج عملية تتضمن تخريج أجيال قادرة على تحقيق الأهداف العلمية المنشودة. جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء هيئة التدريس بكلية طب القوات المسلحة.
لليوم الرابع على التوالي يتواصل فتح معبر رفح البري من الاتجاهين بناء على تعليمات الرئيس السيسي، ذلك لعبور الحالات الإنسانية والمرضى وحاملي الإقامات في الخارج العالقين من الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة. بحث مفتي الجمهورية دكتور شوقي علام مع وفد رفيع المستوى من الإفتاء اليوناني أوجه تعزيز التعاون الديني، وخلال اللقاء أكد المفتي أن دار الإفتاء تبذل الكثير من الجهد من أجل التواصل مع الجاليات المسلمة في الخارج. من جانبه ثمن الوفد اليوناني مجهودات دار الإفتاء في مواجهة التطرف والإرهاب وفوضى الفتاوى وما تقوم به من جهد في تدريب الأئمة ونشر المنهج الوسطي. أكد دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن السلام والتسامح والحوار واحترام الإنسانية مهما كان دينه أو لونه أو عرقه هي تعاليم أقرتها جميع الأديان السماوية والتقاليد والأعراف الإنسانية. بمناسبة اليوم العالمي للتسامح وجه الطيب رسالة سلام إلى العالم أجمع، أكد فيها ضرورة دعم جهود نشر ثقافة التسامح والتراحم والسلام العالمي والتعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد وبين مختلف الدول والشعوب. تنظم وزارة الآثار اليوم احتفالا بمرور 114 عاما على إنشاء المتحف المصري بالتحرير. سيعلن وزير الآثار خالد العناني خلال الاحتفالية إضاءة المتحف المصري ليلا للزائرين يومي الأحد والخميس من كل أسبوع بعد الانتهاء من أعمال تطوير الإضاءة الداخلية والخارجية الخاصة به بهدف تنشيط حركة زيارة الأماكن الأثرية. ومن العراق حيث سيطرت قوات الحشد الشعبي على مطار طلعفر غرب الموصل بمحافظة نينوى شمالي العراق، فيما تواصل القوات عملية تمشيط وتطهير المطار من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي. المزيد عن تطورات معركة تحرير الموصل في سياق هذا التقرير. من الشرق إلى الغرب تسعى القوات العراقية مدعومة بالتحالف الدولي لتحرير مدينة الموصل ضمن العملية العسكرية التي بدأتها قبل شهر. ففي خطوة نحو قطع خطوط إمداد التنظيم الإرهابي بين الموصل والأراضي الخاضعة لسيطرته في سوريا، أعلنت قوات الحشد الشعبي سيطرتها على مطار طلعفر غربي المدينة، وبدأت عمليات التطهير من جيوب التنظيم الإرهابي. عمليات عسكرية تجرى بغطاء جوي من طيران التحالف الدولي بالعراق، حيث أسفر القصف الجوي عن مقتل 1500 مسلح من تنظيم داعش منذ بداية عمليات قدمون يا نينوى. ورغم التقدم البطيء للقوات العراقية بسبب سيارات داعش الملغومة، فإنها استعادت السيطرة على أكثر من ثلثي الضفة الشرقية للموصل وقتلت المئات من عناصر التنظيم. موجود سيارات انتحارية اللي أخرونا، وانتحاريين موجودين وقناصين موجودين. شوية شوية عن يتم التطهير، وإن شاء الله بعد ساعة ساعتين ينتهي كل شيء. جاي نحود بهم حود بأبطال فقط رد سريع بإسناد من فقط المطرعة التاسعة لو 34 كتيبة الدبوات الثالثة، وإن شاء الله ما بقى شيء وراح ناخذها بتسهيل الله، ونقل أهل الموصل بشروا إن شاء الله القريبة قريب نحرر جميع إن شاء الله. القوات العراقية تسعى أيضا لتحرير القرى ضمن ناحية النمرود التي تم تحريرها منذ أيام قليلة. حاليا نحن نقف على تلة نمرود اللي تمتد حضارتها حوالي 3000 سنة. هذه الحضارة المتمثلة ببوابة نمرود وقصر نمرود اللي يميننا، وأمامي الآن زقورة نمرود اللي دمرها داعش كان ارتفاعها بحدود 70 متر، وقصر نمرود كان يحتوي على 200 لوحة أثرية دمرت أيضا بالكامل، وأربع ثيران مجنحة أيضا هم دمرت والركام موجود. وبمجرد تحرير مدينة النمرود الأثرية تكشف حجم الدمار الذي لحق بها، ودعت الهيئة العامة للأثار والتراث العراقية العالم والمنظمات الدولية
لمساعدة بغداد في ترميم آثار المدينة التاريخية. نادية المرشدي، النهار اليوم. وإلى شأن الإنسانية في العراق، حيث أعدم عناصر داعش 25 مدنيا في الموصل، كما احتجز نحو 2000 آخرين لاستخدامهم كدروع بشرية. يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه نقل النازحين إلى المخيمات، حيث وصل عددهم منذ بدء المعركة إلى نحو 67,000. لحد الآن أعداد النازحين ليست كبيرة قياسا للذي كنا نتوقعه. أعداد وصلنا تقريبا 50,000 إنسان، ما زال العدد محدود، ولم نواجه مشكلة في استيعاب هذه العوائل وإيواها إلى المخيمات. الأسباب الرئيسية لقلة أعداد النازحين نسبيا لغاية الآن هو الاستراتيجية العسكرية المتبعة من قبل القوات الأمنية. القوات الأمنية العراقية تشجع العوائل على البقاء في منازلها وعدم النزوح إلا عند الطوارئ أو الضرورة القصوى، خصوصا في الجانب الغربي الذي هو أكثر كثافة سكانيا من الجانب الشرقي. لذا من الطبيعي أن الأعداد ستزداد مع تقدم عمليات التحرير. الناس مدنيين والعسكريين، جماعتنا والحالات الإنسانية، أكثر شيء الحالات الإنسانية جاي نعالج بيها يعني. أما عن الوضع في سوريا، فأعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 30 مسلحا من جبهة النصرة في غارات لها على ريف إدلب. وأشار المتحدث باسم الدفاع الروسية إلى أن القوات شنت الثلاثاء الماضي ضربات مكثفة استهدفت مواقع لجبهة النصرة وأسفرت عن مقتل عدد من مسلحيها وتدمير تحصيناتها. أدانت منظمة الصحة العالمية الهجمات التي استهدفت المشافي والكوادر الطبية في سوريا خلال الساعات 48 الأخيرة. وقال بيان صادر عن المنظمة إن 3 مستشفيات في مدينة حلب و2 في ريف إدلب تعرضت لهجمات، ما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين وتوقف الخدمات الصحية بها. منظمة الصحة العالمية تدين بشدة الموجة الأخيرة من الهجمات على المرافق الصحية، ففي خلال 48 ساعة الماضية كان هناك 6 هجمات على المستشفيات والمراكز الصحية في غرب وشرق ريف حلب وكذلك في إدلب. هذه الهجمات لم تسفر عن إصابات فقط، بل تسببت أيضا في توقف تلك المرافق الصحية عن العمل، كما أن السكان لا توجد لديهم وسيلة للوصول إلى خدمات صحية. وفي ليبيا، قتل 6 إرهابيين كانوا يرافقون قياديا في تنظيم القاعدة في غارة جوية استهدفت 3 منازل في منطقة سبها الليبية. من ناحية أخرى، أعلنت مصادر ليبية مقتل 12 جنديا من القوات الموالية لقائد الجيش الليبي خليفة حفتر في اشتباكات عنيفة مع جماعات مسلحة في غرب مدينة بنغازي. وإلى اليمن، حيث جدد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي تأكيد أن الحكومة اليمنية لم تكن طرفا في الاتفاق الذي جرى بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وجماعة الحوثي بشأن وقف الأعمال القتالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية باليمن. وأوضح المخلافي أن ما جرى هو نوع من اتفاق بين الحوثيين والأمريكيين يتضمن الموافقة على بدء المفاوضات والمشاركة في لجنة التنسيق الأمني بالسعودية، مؤكدا أن الحكومة اليمنية لن تلتزم باتفاق لم تكن طرفا فيه. وشدد وزير الخارجية اليمني في الوقت نفسه على ضرورة وضع حد للتدخل الإيراني في اليمن. والحكومة سيبذلون كل جهد في الحفاظ على الشرعية. وفي اليمن أيضا، قتل 23 وجرح العشرات من ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في المعارك التي دارت مع قوات الجيش والمقاومة بشرق وجنوب مدينة تعز. أكدت مصادر أن القوات الحكومية حققت تقدما كبيرا في الجبهة الشرقية،
فيما أسفرت المعارك عن مقتل 12 من القوات الحكومية وجرح 29 آخرين. وكانت القوات الحكومية قد سيطرت على معقل الميليشيات في حي الجحملية شرقي المدينة، ولا تزال المعارك مستمرة. أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الانتهاكات التي ترتكب بحق مسلمي الروهينجا في ميانمار. أطالب مجلس حكماء المسلمين بتحرك عاجل لإنقاذ المسلمين الروهينجا في ميانمار، الاعتراف بحقهم في العيش بأمان وسلام بعيدا عن الاضطهاد والتمييز. أدانت جامعة الدول العربية مصادقة اللجنة الوزارية للتشريعات بالحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون بمنع الأذان عبر مكبرات الصوت في مدينة القدس المحتلة. وصف نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي منع الأذان في القدس بأنه استفزاز خطير وتصعيد مرفوض. أضاف بن حلي أن منع الأذان يعني ضرب حرية العقيدة في الصميم، ويمنح مشروع القانون في حال إقرار الشرطة الإسرائيلية صلاحية استدعاء مؤذنين وفرض غرامات مالية على المخالفين منهم. أرسل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عبر فيها عن أمنياته بالنجاح. وقال المتحدث الرسمي باسم أبو الغيط: الرسالة تضمنت إشارة إلى المشكلات والأزمات التي يمر بها العالم العربي، وكذا التحديات التي يسعى لمجابهتها في اللحظة الراهنة، معربا عن أمله بأن تنخرط الولايات المتحدة بصورة أكثر إيجابية في المنطقة تحت رئاسة الجديدة، بهدف العمل على استقرار الشرق الأوسط ونموه وازدهاره. ختاما تذكير بأهم وأبرز العناوين. السيسي يصدر قرارا بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين بينهم إسلام البحيري. شيخ الأزهر يوجه رسالة تسامح إلى البشرية ويدعو إلى نشر ثقافة التعايش والسلام. الحشد الشعبي يسيطر على قاعدة تل عفر الجوية بالموصل ويقطع خطوط إمداد داعش مع سوريا. ولمزيد من المتابعة لأخبار النهار يمكنكم زيارة موقعنا النهار.tv، كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، انستغرام ويوتيوب. نهاية جولتنا الإخبارية مشاهدينا الكرام، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.